لكم ايه؟ احكي لكم على اخر نكته؟ لا والله مش لازم مش لازم يا جماعه والله العظيم حلو قوي. لا مش عايزين مش عايزين الله حضرة الضابط وصل. مساء الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ازيكم يا شباب؟ ازيك يا عبد الله؟ اهلا يا ماجد بيه. ازيكم يا شباب؟ قاعدين مستنيين وصول سيادتك، اقعد. لا 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 همشي. ايه ده رايح فين؟ رايحين فين؟ مش رايح فين؟ ايه 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 ايه؟ انت جاي تاخدها لوحدها ولا ايه؟ طبعا ده لازم. يلا يا رنا. طب هنروح فين؟ هوريك عربيتي الجديدة. ايه ده انت جبت عربية جديدة؟ امال هي فين؟ لسه هروح استلمها، ما قدرتش استلمها من غيرك، عارفة ليه؟ ليه يا بقى؟ حذري فكري. عشان ابقى اول واحده ركبت جنبك فيها. يا جامد يا عسل يا كسوفك. بقرا افكارك وبسرعه صح؟ صح. طب اعمل ايه؟ ما قداميش غير حاجه واحده بس، اصرخ واقول بحبك بحبك بحبك. يا جامد يا جامد بالقوي يا بهجت بيا من شاوي. افتح. تلقيها شادي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام، جيتي في وقتك. ايه يا ماما مستنيني على الغدا ولا ايه؟ مش أنا، أبوك اللي مستنيكي. اتغدى يا رحيم، اتغدى يا رحيم، مستني الدكتورة. قلبي كان حاسس عشان كده ما رضيتش اكل حاجه في الكليه. طب يلا يا اختي غير هدومك بسرعه لحسن احنا بحق ربنا، مصاريننا بيجيت في ظهرنا. ايه مصاريننا دي يا ماما؟ يا حبيبتي في لغه علميه بتقول ان بس يا بنت علميه ايه؟ على اخر ايامنا هتعلمينا العلميه والطبيه؟ يلا يا اختي نادي على ابوك. حاضر يا ماما. السلام عليكم يا عم الحاج. عليكم السلام. تعالي يا دكتوره تعالي. لا ده حضرتك اللي هتيجي معايا علشان نتغدى. ماما مصاريها بقت في ظهرها. ده بقى بلغه مختلفه طبيا عن اللي اتعلمناه في كليه الطب. مش حضرتك قلت انك مستني عشان تتغدى معايا؟ اعمل ايه؟ مفيش فاضيلي غيرك. البهوات اخواتك مش فاضيلي، حتى بهجت بيه طلع يجري معرفش راح فين. طب وحضرتك عاوز بهجت بيه يتحبس ليه بقى؟ ده ما بيصدق ياخد الخميس والجمعه اجازه. ووجيه بيه ما بيصدق يلاقي سفريه، والدكتور سامي قاعد لغايه دي وقف في الجامعه بيدرس للتلامذه. معقوله الكلام ده؟ ايوه يا بابا معقول. وبعدين بقى انا مش فاهمه ايه حكايه وقفتك قدام صورتنا واحنا صغيرين. على فكره بقى دي حكايه جديده. بتتوحشوني يا بنت. طب قوم معايا يا عم الحاج. والله العظيم اخواتك بيتوحشوني مع ان لسه كانوا معايا من ساعه. اخواتك كبروا، كل واحد بقى له سكه. قول كده بقى، انت كنت عاوزنا نفضل عيال صغيرين على طول ولا ايه؟ يا ريت كنت تفضل صغيرين، كنت كل ما ابص حواليا الاقيكم. وحضرتك تفضل بابا اللي تشخط وتنطر فينا زي زمان. انا كنت بشخط وبنطر؟ ده انت بالذات بدلعك واشيلك وتسنانك مطره ما تقوليش سيبني، سيب الثوب. ده انا كنت بقول كده؟ طب يلا بقى يا سي بابا تعالى معايا وسيبك من الاحلام الورديه دي. انت كنت عاوزنا نفضل صغيرين وحضرتك تفضل شباب على طول. ماما يا ماما. ايه يا بنت في ايه؟ في ايه؟ في بلاغ للحكومه يا ست ماما. بتشعر ليه يا بنت؟ بشعر؟ الحق عليا اني عايزه انم على بابا نميمه صغيره وافتن عليه. جايين ننم ولا ناكل؟ يلا هنتسلى واحنا بنتغدى يا بابا. عارفه يا ماما بابا واقف قدام صورتنا واحنا صغيرين ونفسه في ايه؟ ترجعوا عيال صغيرين وتبقوا حواليه، عشان دلوقت كل ما يتلفت ما يلقاش حد منكم. عارفه قالها لي بدل المره ألف. بس كده؟ طب ولما احنا نرجع عيال صغيرين هو هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ امك ولا على بالها. ولا على بالك يا مواجه؟ يعني ابطل لفتن؟ يا بنت طول عمر امك ولا على بالها. كلي. طول عمري عارفه انها طازك ده، وبعين كل شاي بيروح لحاله وكانك يا ابو زيتنا غزات. انا الحاج عليا طزه. هو كان في طزات قبل كده ولا ايه؟ ما تفهمونا. كل يا بنت كل يا بنت يا شوشو بطلي. هو ابوكي لسه فهمين ده؟ دي حلاوه روح. ابوكي كل ما شعره يطقطق من جنابه ويحس انه عجز يحن للي فات. كل يا حاج قتله تموت.